اللبنانية كلها يكون أحلى ويكون كلنا مشاركين بمستقبل لبنان وبسياسة لبنان. أنتوا بتعرفوا إنه رغم كل الصعوبات ورغم كل التشكيك قدرنا إن نعمل الانتخابات النيابية بطريقة كثير جيدة، وكل حملات التشكيك اللي هي رافقت واللي هي ارتدت واللي هي عم تترافق مع فرز النتائج تأكدوا إنه ما بتأثر على عملنا ولا على عمل الفريق يلي عم يشتغل بإصدار النتائج، ولا أكيد على عمل القضاة يلي أنا بقلكن إنه بهيدي اللحظات أكترن بعدن موجودين واصلين الليل بالنهار وعم يتعبوا وعم يشتغلوا بدون كلل لحتى يقوموا بواجبهم الوطني يلي ندعوا لإلو تيساهموا بخلاص البلد، تيساهموا بإصدار النتائج يلي هي انتو بتعرفوا ان هي عمل مضني ومعقد، خصوصا انه النتائج نسب الاقتراع هي جيدة منا ابدا منخفضة، يعني اذا ما جمعت نسب الاقتراع بالاغتراب ثم مع الموظفين ثم مع نسب الاقتراع يلي تحققت امبارح بتكون النسب مش قليلة، وهي تقريبا مثل او اقل شوي من النسب يلي تحققت بالانتخابات السابقة. كمان بستغل هالفرصة تأشكر الإداريين المديريتين العامتين ولكل الأكيب تبعونهم وأكيب الداخلية وكمان القوى الأمنية والعسكرية يلي كانت اشتغلت مع كل الأكيب الإداري لإنجاح هذه الانتخابات. وأنا بدي أعطي هون الكريدت لكل واحد من الأشخاص يمكن يلي بلغ عددهم 100,000 يلي كان لهم مساهمة بهذه الانتخابات، سواء بالتحضير لها أو بإعدادها أو بتنفيذها أو بحفظ الأمن أو بحفظ النظام. ما حدا منهم بنسي، كلهم عطوا البلد، كلهم ساهموا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة ورغم المعاناة. وانتم بتعرفوا معاناة العسكريين قد انا حكيت عنها بعدة مجالات، كلهم كانوا جاهزين وعطوا من قلبهم وبدون سؤال وبدون تردد، وحتى اكثر من المتوقع حتى يلبوا يلي متوقعوا منهم كل شعبهم. نحن بالنسبة للنتائج يلي انتو كلكم ناطرينها، انا كان ممكن ان هي نعطيكم اياها بس تتجمع، يعني يمكن تكون بعد مؤخرة، بس انا حرصا على مبدأ الشفافية ويلي وعدته لكل المواطنين انه نحن بنعطي النتائج تباعا. نحن بالسيستم يلي عنا بيظهر النتائج ألم بألم، بيظهر النتائج تباعا كل ما تدخل للجان الأيد، كل ما عنا أرقام، كل ما بيستلموها عنا أرقام. شو بيعملوا لجان القيد الابتدائية اللي بيرأسوها أوضاء، كمان عنا أرقام. بس تطلع النتيجة من اللجنة الابتدائية كمان عنا أرقام بتكون واضحة على الشاشة أنا قدامنا هون، وبس تستلمون اللجنة العليا كمان، وبس توثقون اللجنة العليا وتبعتلن النتيجة النهائية كمان بيكون عندنا الأرقام بواسطة على جراف وعلى أرقام واضحة. وهلا بتشوفوا كيف صارت. هلا النتائج يلي طلعت هلا رح لكم اياها، هي على 4 دوائر صارت موثقة نهائيا من قبل لجان القيد العليا وتوقعت واصبحت موجوده بوزاره الداخليه يلي نحن حنبلغها بعد اعلانا وفق القانون لرئيس المجلس الدستوري ولرئيس مجلس النواب. باقي الدوائر عم ينشغل عليها وبعضهم القضاة مستمرين في هذه اللحظات وكانوا مستمرين طوال الليل ورح يبقوا مستمرين لاعلان النتائج.
كبار القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلى اللي عم يتواصل معي باستمرار موجود وعم يشاركني بحق القضاة وبالوقوف جنبهم وبتهنئتهم على العمل. نتيجة نهائية بدائرة الجنوب الثانية صور وقرى صيدا بلغت النسبة 48.8%، الحاصل الانتخابي 23,297.571، عدد اللوائح 4، اللائحة اللي حصلت على الحاصل الانتخابي على الأصوات 1 وقع على 7. الفائزين نبيه مصطفى بري، حسن محمد علي عز الدين، حسين سعيد جشي، علي يوسف خريز، عناية محمد عز الدين، علي عادل عسيران، وميشيل حنا موسى. النتيجة النهائية بدائرة الجنوب الأولى صيدا جزين النسبة 46.6%، الحاصل 12,258. توزعت النتيجة على لائحتين ننتخب للتغيير 3 مقاعد، وحدتنا في صيدا وجزين 2 مقعدين، والفائزين غادة خليل أيوب، عبد الرحمن الدكتور نزيه البزري، أسامة معروف سعد المصري، سعيد سليمان الأسمر، وشربل مارون مسعد. النتيجة النهائية بدائرة جبل لبنان الأولى الكبرى جبال وكسروان نسبة الاقتراع 63.4%، أكيد نسبة جيدة. لوائح الفائزين من 4 لوائح، 2 مقعدان للائحة معكم فينا للآخر، 1 مقعد للائحة قلب لبنان المستقل، 2 مقعدين للائحة صرخة وطن، و3 مقاعد للائحة كنا ورح نبقى. الفائزين زياد حليم الحواط، رائد عكيف برو، ندى نهاد البستاني، نعمة جورج فريم، شوقي جرجي الدكاش، فريد هيكل الخازن، سيمون فريد أبي رميا، سليم بطرس الصايغ. النتيجة النهائية بدائرة البقاع الأولى زحلة نسبة 49.5%، الحاصل الانتخابي 13,241.  اللوائح الفائزة 3 مقعد 1 للائحة سياديون مستقلون، 3 مقاعد للائحة زحل السيادة، و3 مقاعد للائحة زحل الرسالة. الفائزون رامي أنيس أبو حمدان، جورج إليع أيس، ميشيل جورج ظاهر، لياس أندري إصطفين، سليم جورج عون، بلال ملحم الحشيمي، وكورك المعروف جورج أمازاب بوشيكيون. كمان عندنا دائرة خامسة هلا اجت نتيجتها. النتيجة النهائية بدائرة البقاع الثالثة بعلبك الهرمل، الحاصل 19,113.9، لوائح الفائزة 9 مقاعد للائحة الأمل والوفاء، و1 مقعد للائحة بناء الدولة. الفائزين حسين علي الحاج حسن، غازي محمد زعيتر، إيهاب عروة حميدي، علي محمد سلمان بشير المقداد، إبراهيم علي الموسوي، أنطوان البدوي حبشي، جميل محمد أمين أمين السيد، سامر أسعد التوم، ينال محمد صلح، ملحم محمد الحجيري. هودي الدوائر الخمسة الكبرى من الدوائر يلي أصبحت نتيجتها نهائية ومرقت على القضاة بلجان القيد العليا ووثقوها بعد أن كانت تأكدت من لجان القيد الابتدائية
بحضور المندوبين وفقا للأصول، وفق ما يعمل عليه القضاء تطبيقا للقانون، وأنا لا أتدخل في ذلك. وزارة الداخلية تعلن النتائج ولا تصدرها. يلي بيعمل النتائج وبدقق بالمحاضر وبدقق بالأصوات وبدقق بالاعتراضات وبيبت بالاعتراضات هن لجان القيد الابتدائية ثم لجان القيد العليا، وهن برئاسة قضاة. دور وزارة الداخلية بالانتخابات هو بالتحضير الكامل لها، بمتابعتها، بإجراءها، بإيصال المحاضر من أقلام الاقتراع إلى لجان القيد، ويتوقف دور وزارة الداخلية عند بالنسبة للنتائج عند تسلم المحاضر من قبل لجان القيد، ثم وزارة الداخلية تعلن النتائج مثل ما عم تشوف. أنا بحب طمنكم إنه نسبة لعدد المقترعين وعلى مساحة لبنان والظروف كانت الانتخابات ناجحة وهي تشكل إنجاز، وإن نسبة الشوائب التي اعترت هذه الانتخابات هي قليلة جدا جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية ونسبة لعدد أقلام الاقتراع، وهو تقريبا 6900 قلم. فإذا كان حصل إشكال أو إشكال بقلم معين، وإذا كانت الإشكالات التي حصلت على مساحة لبنان وعلى مستوى الدوائر 6900 هي قليلة جدا، يعني أقل من 10 أكيد، وحكي بالإعلام عن 2 أو 3 أو 4 أو 5، وجرت معالجتها فورا. فهذه الإشكالات لا تذكر ولا تنال من صدقية هذه الانتخابات. كثير أخبار عم تطلع مش مضبوطة، امبارح أعطيت أخبار كمان مش مضبوطة، هلأ عم نقرأ بالإعلام أخبار كمان مش مضبوطة. الكهرباء قدرنا أبنيها بطريقة ممتازة طيلة فترة الفرز. الكهرباء بالنسبة لمراكز لجان القيد هي مؤمنة منذ أكثر من أسبوع على مدى 24 ساعة، ما عندنا مشاكل، ما صار مشاكل أمنية، والقوى الأمنية كانت على استعداد وجهوزية وكان أداؤها مميزا. هلأ عم نسمع من شوي، وأكيد سمعتوا ويمكن بدكم تسألوني عن صناديق مفقودة وردت من الاختراق، ونحكى عن صندوق بدائرة بيروت الأولى، هو صندوق 18. هيدا الشيء مش مظبوط، صندوق 18 موجود، صندوق رقم 18 بألمانيا وصل مثل ما وصلت كل الصناديق على المطار، وجرت مواكبته بواسطة القوى الأمنية ومندوبين عن وزارة الداخلية إلى مصرف لبنان، ثم جرى نقله إلى قصر عدل بيروت إلى لجان القيد العليا التي عملت على توزيع المحاضر الموجودة فيه على كافة لجان القيد الابتدائية، وتسليمها إلى اللجان، يعني إلى القضاة، بمؤازرة قوى الأمن وعلى مسؤولية ضابط وقع على الاستلام ووقع على التسليم. صندوق 18 بألمانيا كان بالأساس وبحسب تقسيم أقلام الاقتراع بضم عدد كبير من الدوائر الانتخابية، يعني أنا هون مبين عندي 14 ويمكن أكثر، لأن الورقة اللي بعدها مش معي. بهيدي الورقة اللي قدامي في 14 دائرة بينتخبوا بالقلم 18 اللي بألمانيا. لما اجى هيدا الصندوق تبين انه الاقتراع حاصل في كل الدوائر، وان الاقتراع في الصندوق رقم 18 بألمانيا ما صار بالنسبة لدائرة بيروت الأولى، وصار بالنسبة لبنت جبال، النبطية، بيروت الثانية، الضنية، شوف المتن، بعبد جبال، علي وغيرهم. فبالتالي بالصندوق رقم 18 بألمانيا يلي وصل كان الأصوات موجودة،
والمغلفات موجودة، إنما في هذا القلم الاختراع رقم 18 بألمانيا بالذات لم يحصل تصويت في دائرة بيروت الأولى. من هيك القلم رقم 18 بألمانيا ما بتشوفوه بدائرة بيروت الأولى، مش لأنه مفقود، مش لأنه ما وصل، مش لأنه في تلاعب لا سمح الله، إنما لأنه بهيدا القلم بالذات ما صار اختراع لدائرة بيروت الأولى. وكمان كل المشاكل اللي عم ينحكى عنها نحن دائما عم نتابعها واغلبها مش مظبوط. بالنسبه للاشكال يلي عم ينحكى انه صار بالبقاع الغربي، فطبعا نحن كنا بدون ما نتدخل بعمل القضاة عم نستفهم من القوى الامنيه ومن رؤساء لجان القيد العليا يلي عم تشرف على عمل لجان القيد انه ما كان في اشكال. احتسبت جرى فرز والتأكيد ثم جاري العمل على تثبيت وتوثيق نتائج عمل لجان القيد، وإن بعض الاعتراضات التي قدمت إلى لجنة القيد الابتدائية جرى البت بها من قبل القاضي، وهي حاليا تنظر من قبل لجنة القيد العليا، ويمكن بدقائق توثق النتيجة وبتوصل النتيجة لعندي. ما يحكى في دائرة الجنوب الثالثة ولا سيما بمنطقة مرج عيون خاص بيا، كمان هذا الموضوع نحن تابعناه بدون ما نتدخل بعمل لجان القيد وبدون ما نتدخل بعمل القضاء، والعمل جاري لدى اللجنة العليا على التأكد من عمل لجان القيد الابتدائية وتوثيق النتيجة ثم بيبعثوا لي اياها. النتائج اللي كانت عم تطلع على وسائل الاعلام هي نتائج كانت مبدئيه منا نهائيه، لانه تصبح النتيجه نهائيه بعد تاكيدها من قبل القاضي ثم بعد توثيقها من قبل اللجنه العليا، وبعدين بتوصل لعنا، لانه النتائج الاوليه الموجوده بالمحاضر تبقى اوليه لحين البت بها، ثم البت بالاعتراضات، ثم البت بالاوراق التي يعتبرها رئيس القلم باطله او غير صحيحه من قبل القاضي لاحتسابها او لعدم احتسابها تطبيقا للقانون. نحن ما بنتدخل بعمليه الفرز، نحن بنامن سلامتها، انما القرارات اللي بتتخذ باثناء عمليه الفرز بتعود للقضاء. هلا بدي فرجيكم بالنسبه جورج، بالنسبه لبعض الدوائر الثانيه، مثلا بدائرة جبل لبنان الرابعة. شباب شوي بس لورا، عيب. اسمعي، بدائرة جبل لبنان الرابعة لتشوفوا حركة الأقلام كيف تجري. حاعطيكم هيك البورسنتاج، يعني النسبة، يا أساتذة شو كيف نحن بنوثق الأقلام. بدائرة جبل لبنان الرابعة. نعيب بعد امرك التليفون اذا بتريد على الشاشه، اذا بتريد يا رئيس بس شوي طلع عنا بالكاد. تفضل معي الوزير. بدائرة جبل لبنان الرابعه كل الاقلام بتشوفوا كيف وصلت، شو كيف بتوصل، كيف بتتدخل، كيف بتتاكد، كيف بتتوثق. بهيدي الدائره عندي 80.72% من الاصوات وثقت، 18.80 أكدت، وبعد أوكي، واللي عم يتدخل واضح، وبعد عندنا ألم واحد هو اللي مبين بالبورسنتاج بالأحمر، ومبين عندي مبين موجود عندي ما تدخل. نحن هيك بنشتغل وهيك بنوصل. فرجيهم برفع على النتائج كيف بتبين عندنا بسرعة بدون ما حدا يصورها. إذا مشاهدينا ما زلنا نتابع المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية والبلديات اللبناني. وهلا بعلنا عشر شوي، ليك بدك عشر شوي، بدك شيء أسئلة؟ لا خليها شوي، خليها ما يخرب شيء، خليها علي كفي 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 كفي. بيبين عنا أي لائحة أخذت قدوة أكثر، بيبين عنا المقاعد، كفي.
كفي ببين عنا عدد الأصوات على عدد المقترعين كفي ببين عنا نسبة الأصوات ببين عنا الحاصل ثم ببينوا عنا الفائزين ورا بعضهم مين نجح مين ما نجح ودي أخذوا نسبة من الأصوات هودي أنا موجودين هودي أنا ببينوا عندي خلص بكفي رجع هودي أنا ببينوا عندي من أول أنا ما بيتدخل وثم بتبين كيف عم تتطور حركة الأصوات بالنسبة لكل مرشح كيف عم تتغير كيف عم تتطور النسبة قلما بقلم وكل قلم بيدخل إذن المشاهدين كان هذا جانبا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام المولوي لإعلان بعض النتائج الجزئية في بعض الدوائر الانتخابية اللبنانية.